انا كنت كنت غن غن غندير غنجوج خمسه عرفتي علاش؟ لان استغلوا ديك الفرصه اللي عطاو كرجل دين ودار ما بغى. انا ملي غيعطيوها لي وغنولي لحيت انا غنتزوج 17 نقدر بزاف ندير بزاف ديال الدريات. تاخذهم صغار منك 30 عام 40 عام؟ على على حسب واش بغيتهم، يعني يقدروا يكونوا صغار نقدر ناخذ كبار بزاف، يعني على حسب واش بغيتهم. المهم انا السلطه اللي غتعطاني غنعرف نستغلها كما داروا. يعني كينوضوا اشاعات، يعني يقدر شي هضره، يعني ما في الاصل ما عارفيناش حنا علاش شنو السبب اللي تزوج هذيك خيشي، يعني ماشي نقدر واش ربطوا بها شي علاقة أو اللي عجباتو ومشى تزوجها ولا كيفاش؟ ولكن هو مرارا وتكرارا إيه؟ كان وقع لي مشاكل مع البنات وخصوصا البنات صغار. نو عنده علاقات مع البنات وانت ما كتظنش بأنها خصو ما يكونش بحال هكا. واش راه كيقدح في الدين؟ الشرف حداش راه كيقدح في الدين، فهمتيني؟ وكا باش كتعطي صوره للدين خايبه، يعني انت كتشي كتمثل الدين، واليوم انت غادي عند فاش يعني في عمر 17 عام، يعني راه بحال في حداش راه كتستغل فيها، فهمتيني؟ وكتخلي الاخرين ما يديروا، فهمتيني؟ انا مثلا كرجل قدوه، فهمتيني؟ يعني مثلا انا كنمثل الدين، ياك؟ راه الناس اللي كيشوفوا فيا، يعني مثلا اللي كنخطب عليهم ولا كنفتي عليهم، كتبعوني، اللحظه اللي غادي يشوفني درت هذاك الفعل مثلا استغليش هذيك الفات هو يقدر يقول صافي انا نتبع فلان، يعني هذا كيف كيعرف بينه وبين الله، يعني انا ندير بحاله، فهمتي؟ غيعطي صوره الدين خايبه. بالنسبه للفيزاز يتزوج بان الدريه هذه كتفوت اقل منه بالسن ديالو بزاف، تقدر تكون صغر من بنته، ربما هذا عامل كيدوز بانه ما دوش واحد المراهقه ديالو، فهمتي؟ المراهقه ديالو ملي كان صغير ما عاشهاش، بغى يعاود يعيشها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الدريه اللي بغات هي تربط مع علاقه، لحقاش كيقول لك هي جبدتني في الفيسبوك وهي هذيك، تقدر عاد تكون هي باغا تنقذ راسها من الفقر. ولكن هو في حالته الاعلاميه دائما ما تيقول لك عزيز عليا العيالات، تهضر على العيالات بلا كيهضر على وهو اختي فادي هو خمسه، هو خمسه العيالات اللي عنده، راه غادي الرسول وما كانش عنده خمسه اربعه. واش عطينا اربعه؟ عطينا اربعه، الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوش عنده خمسه، هو قال لي خمسه وكاين فيديو كيبان في الطوموبيل كتهضر معاه مرتو كتقول لي انا فخوره بك ونعطيك ان شاء الله الخامسه والعشرين كاع. شنو كيبان لك فيه انت؟ انا كيبان لي فيه رجل ماشي ديال الدين، بعيد على الدين. هذاك ممكن الا بقى بحال هذاك المجتمع ديالنا الا كانوا فيه بحال هذوك غيكون مجتمع ملحد، غيولي ملحد الا كان كيشوف بحال هاد الناس بحال هاد النماذج كاينين، يقدر يولي عندنا مجتمع ملحد علماني، فهمتي؟ ما يبقاش باغي الدين. منين يشوف واحد باغي سبعه وباغي 20 هو كبير واخد دريه صغيره. حنا ما كنمشوش على الاراده ديالو هو ولا هي عندها 17 ولا 14، كتبقى القناعه ديالها هي واش هي باغا تزوج به ولا لا، هو من حقه ياخذها حتى عندها 16 عام كاع الا بغات ليه هي. واخا كترفض المجتمع كيرفض على انك تزوج قاصرين، غير هو بالنسبه لي كداعيه ورجل دين اللي ديما كيدافع على هذا الشيء ديال الزواج ديال القاصرات وديال هذا الشيء، وهذا الشيء ما خصوش يدير بحال هذا الشيء، نورمالمون هو من حقه ياخذ اربعه، فهمتيني؟ إذا كيتبج بالوثائق ولا كيخرج خارج الإطار ديال القانون راه شوية صعيبة. سيرتو الواحد اللي هو كبير ماشي شي واحد صغير، كبير في دماغه، كبير في قرايته، كبير في الخرجات الإعلامية ديالو، فهمتيني؟ إيوا هذا هو. ديما تيكون في خرجات إعلامية ديما تيقول لك أنا تنبغي العيالات. ورجل دين زعما. هو من حقه. من حقه، ما كاينش واحد ما كيبغيش العيالات. ما كاينش واحد ما كيبغيش العيالات، الدنيا بلا عيالات ما كاين والو، فهمتيني؟ غير هي كتبقى هذه الفرضيه ديال انه انسان مزوج خارج القانون، خارج الشرعيه، خارج بزاف الحوايج ما خصهاش تكون، فهمتيني؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.